بهديكم شيء تسمحوا لي. أوكي. خلطوا في ميكروفوناتكم. وأبي أنصحكم كلكم نصيحة. اللي يبيع خلي يبيع. واللي ما يعرف قدرك لا يعرف قدرك. احنا للأسف ناس ما نعرف نحط مقياس حق المحبة. إذا نحب نحب 100%، نعطي كل اللي بقلبنا، مو سذاجة ولا غباء، بس هو لأن احنا ناس نقيين من داخل، ونتوقع أن دائما الطرف الثاني راح يبادلنا نفس القد من المحبة، راح يتحملنا إذا زعلنا، راح يتحملنا إذا أخطأنا، مو كأنه ينطر علينا أدنات الدون علشان بس يختفي ويروح. إلى كل من توقعت منه بأنه يكون موجود في أصعب حالاتي وما لقيته، شكراً، لأني اليوم تعلمت من الصح من الخطأ، من اللي قلبه يسوى أنه يكون على يمناي، ومن اللي أقول له عفى الله عما سلف. اليوم من بعد كل الأشياء اللي تصير في حياتكم، دايماً مع كل موقف تسقط أشخاص ويعلى قدر أشخاص، ركز منو اللي تحسفت أنك خسرته، ومنو اللي مو متحسف أنه أخسرك. هذا احنا لما نيجي نحب نحب بكل ما فينا، وما نفكر اذا في يوم من الايام هالشخص قرر انه يكسر فينا ايش بيصير. اذا في يوم من الايام هالشخص قرر بانه يكون الخاين الغدار اللي تفنن بكل طعنة فيني، اللي حتى ان ما تهون علي دموعي، اللي اني تكلي باقني كلي، اخذني لحم وقطني عظم مثل ما يقولون. أنا قاعد أمثل القوة ولملم نفسي وأقول بعيش من دونك وراويك أني أنا أحسن، ومع أي نسمة تذكرني فيك أنكسر وتعور. تدريش كثر آلمتني؟ تدريش كثر الليلة اللي سهرتها وأنا مقهور بسبتك؟ تدري بأن أنت إنسان على كثر ما حبيتك، على كثر ما طحت من عيني؟ تدري أن شكراً لأن اليوم أنت راويتني معدنك الصجي؟ نصيحة، لا تحبون أحد أكثر من ما هو يستاهل. هذيلا نوعية عمره ما تبخر، يوم تبخر احترق. هذيلا عمرهم ما نحبوا بهالطريقة، وإحنا نعمة نزلنا عليهم، حبيناهم بضمير، عطيناهم بضمير، لكن مو كفو. والشيء اللي أنت مو كفو لا راح يروح منك إذا ما عرفت تمسكني وتضمني لقلبك حيل. عيل أوخر عنك وايد أحسن لي. إلى كل من قاعد يسمعني، اختار منو تهدي قلبك، لأن البعض ياخذ قلبك تسلية. ولو أن أنت عطيت قلبك أمان وضمان ظنا منك بأنه يسوى ويستاهل، تدري وين العذاب؟ بعد ما تروح منه، وبعد ما تغيب عنه، وبعد ما يصير كل الغياب إيك، هذا البني آدم يطلب مكانه بالعودة، ويطلب مكانه بأنه يرجع في حياتك. لا تهبه والله، لا والله تهبه. الحين عرفت قدري؟ الحين دريت أن أنا أحسن شيء صار بحياتك؟ الحين دريت أن أنا نوعية الحب اللي عطيتك إياها عمره مخلوق ما راح يعطيك ربع اللي أنا عطيتك إياه؟ اليوم نزل دموعي اللي طاحت شنو تعويضها؟ قلبي اللي خفق هم وحزن وسهر من يعوضه؟ في كل ليلة بكيت فيها وانعمت عيني عن شوف الناس، بس انت من يعوضني على هذا كله؟ لا شكرا، انت منك تعلمت وايد. تعلمت اني ما اعطي اكثر، تعلمت اني ما احب انسان فوق طاقته. لازم اقول لك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وانت عرفت قدر نفسك بان هالحب هذا وايد عليك، فقررت ان انت تروح. واليوم راجع. إذا أي بني آدم حبيته فوق ما أنه يستاهل ورجع لك يبي يرجع في نفس مكان، تقول لا لا، أو أفكر. أفكر أحلى، تدري ليش؟ لأنك بتعيشها بين جنة ونار، بتخليه ما ينام وحاتي، بيقبل فيني، بيرجعني مكاني، بيخليني مثل ما كنت قبل، ولا بيكشت. أيوة، أبيك تذوق هذا الليل شلون طويل وانت تتعذب وانت ما تدري إذا أنا برجع أحبك ولا غسلت يدي منك. اليوم أنت جاي من بعد جميع ما سبق من آلام وهموم، تقولي برد لك، سلام، شونك وش أخبارك، عيوني المركبة لك ترجع، بس مو الحين. خل أفكر شلون ممكن أخليك تجازيني بكل اللي فات، بعدها يمكن أفتح لك باب قلبي مرة ثانية.
وانت طول ما انت سهران تسأل نفسك متى الليلة اللي بيرجع يقولي فيها أحبك، متى برجع لمكاني الطبيعي. حاضر، راح أدز لك رسالة فيها مجموعة من الأشياء، إذا تحققت أوعدك وعد ووعد الحردين أني أحبك فوق ما حبيتك زيادة. بس ها، طبق التالي بالتفصيل وقول لي يتحقق ولا ما يتحقق، وإذا صار أبشر. إذا قدرت تحقق اللي فات من اللي أنا قلته، راح أوعدك أني أفكر جدياً أنه ممكن يكون بيني وبينك حب ومودة، وأني أرجع أحبك. بس بعد عندي رسالة ثانية، خلها تتحقق وخل الطلبات اللي فيها تتحقق. بالنسبة لك مستحيل؟ إذا هذا مستحيل، شلون تبيني أرجع أحبك عفواً؟ وطلعت بطل وسبحان الله ماكو نفسك اثنين، حققت لي كل اللي طاف. معلش انا عاشق لرقم ثلاثة والثالثة ثابتة، حقق لي القادم واوعدك اني افكر بفكرة ان قلبي يرجع يحبك مرة ثانية. شوفني الشمس بالليل ولو انها صعبة صارت وياك. طيب والتالي